كما كان مقررا دخلت حيز الخدمة وحدة إنتاج الأكسجين الطبي بولاية وهران. هذه الوحدة ستساهم في إنتاج 100,000 لتر من الأكسجين الطبي يوميا. هذه الانطلاقة جاءت بعد تضافر جهود معتبرة وفي إطار تنسيق وتضامن حكومي لعدة قطاعات، فالقدرات الإنتاجية لهذه الوحدة ستساهم في تلبية احتياجات الأكسجين، فهي مكونة من وحدة لإنتاج غازات الهواء وخاصة الأكسجين بسعة 100,000 لتر في اليوم من الأكسجين. وزير الصناعة من جهته أكد على وجود عدة مشاريع أخرى قيد الإنجاز ستعمل مصالحه على التسريع في وتيرة إنجازها لتحقيق احتياجات البلاد من هذه المادة الحيوية. دخول هذا المصنع مرحلة الإنتاج سيسمح بتعزيز الإنتاج الوطني وتلبية الاحتياجات الوطنية من هذه المادة الحيوية والاستراتيجية في الوضع الصحي الراهن، حيث سيغطي احتياجات المستشفيات في ولاية الغرب حتى الوسط. أعليكم أيضا بأن هناك مشاريع أخرى مماثلة يتم تجسيدها حاليا مع السيد وزير الصيدلانية، حيث تعمل وزارة الصناعة على مرافقة هذه المشاريع وكذلك وتيرة إنجازها حتى تدخل مرحلة الإنتاج في أقرب الأجال. بعد خراط مصانع الحديد والصلب في إنتاج الأكسجين الصناعي للمستشفيات، ستساهم هذه الوحدة في تلبية احتياجات الأكسجين في الجهة الغربية للبلاد، خاصة وأنها جهزت بوسائل تكنولوجية معمول بها على المستوى العالمي.